بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضياء بن عارف يحييكم حيثما كنتم في العراق، الأردن، السعودية، عمان، البحرين، قطر، الإمارات، في كل ربوع أرضنا الحبيبة. اللاعبين، الجماهير، المدربين، تصفيات كأس العالم على الأبواب، ما عدت أحتمل صبرا حتى يوم 27 من هذا الشهر حتى تصير قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، مرحلة الثالثة المؤهلة إن شاء الله مباشرة إلى كأس العالم. كل الفرق موعودة بالتأهل إلى كأس العالم. اشتعلت المنافسة في قمة هذه المجموعة، يعني المرحلة راح تشتعل المنافسة في القمة وكذلك في القاع. سابقا فقط في القمة ومنتخبات معروفة تتأهل، وفي القاع يفقد تفقدون الأمل، ما صار هناك منافسة شديدة. لكن لا، من ناو هيج خلص منافسة شديدة، واللي يقول لك انه التأهل الى كأس العالم بات سهلا وانت تروح مغمض تأهل الى كأس العالم، قل له غلطان ملء الفم. لازلت لم تستوعب بعد حجم الضغوطات اللي راح تصير على الفرق. صحيح اكو هواي فرق ممكن تتأهل، 8 فرق من كأس آسيا ونص ملحق هذاك، لكن هذا يزيد الطمع، يزيد الرغبة، التشويق، الإثارة للتأهل الى كأس العالم. اليوم راح ألعب لعبة وأسوي قرعة افتراضية للمجموعات وأراويكم شلون راح تصير عملية التأهل. أولا يجب أن أشرح كيفية التأهل إلى كأس العالم، طريقة هذه المجموعات شلون راح تصير بالضبط، 18 فريق شلون راح يوزعوها، فراح أشرح لكم إياها بطريقة سهلة وبسيطة. حياكم الله شباب، بهذه الورقات البسيطة راح أشرح لكم بطريقة مبسطة إن شاء الله تعالى طريقة تصفيات كأس العالم الحالية، المرحلة الثالثة المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم. صنفوا منتخبات آسيا ذولا الـ 18 إلى 6 أقسام، 6 تصنيفات. التصنيف الأول اللي يضم اليابان، إيران، كوريا الجنوبية. التصنيف الثاني أستراليا، قطر، العراق. الثالث السعودية، الأردن، أوزبكستان، وهكذا حتى النهاية. التصنيف السادس إندونيسيا، الكويت، وكوريا الشمالية. حلو الحكي، 6 تصنيفات. بالتالي لما يجي يختار المجموعة اللي راح تلعب بيها أنت منتخبك، يعني يروح يسحب من كل تصنيف ورقة واحدة وتتكون المجموعة. من تتكون؟ تتكون من 6 فرق. المجموعة من تتكون؟ من 6 فرق. لنفترض فرضا أنه صارت القرعة على الشكل التالي مثل ما موجودة قدامكم، ما تلعبت بها مثل ما هي، بس للشرح فقط منه شلون راح يصير عمليه التاهل والاقصاء. هذه المجموعه الاولى خلينا نفترض، حلو، وهذه المجموعه الثانيه، تمام، وهذه الثالثه. كل مجموعه فيها 6 فرق راح تلعب ذهاب واياب بطريقه الدوري. بعد انتهاء الدوري الحاصل على المركز الاول والمركز الثاني، نفترض ان المركز الاول اليابان والمركز الثاني استراليا، وين يروح؟ مباشرة إلى كأس العالم، تمام؟ إيران وقطر نفترض راحوا مباشرة إلى كأس العالم، كوريا الجنوبية والعراق مباشرة إلى كأس العالم، إن شاء الله العراق تأهل، حلو؟ هذول صاروا كم فريق؟ 6 فرق تأهلوا مباشرة إلى كأس العالم، إحنا عندنا 8 فرق ونص من آسيا يروحون إلى كأس العالم. هاي 6 فرق، بعد كم فريق؟ بعد فريقين، شو يسوون؟ هذول آخر 2، هذول آخر 2 من كل مجموعة، هذول أول 2، تمام، هذول آخر 2 من كل مجموعة يروحون لبيتهم، كوريا الشمالية، الكويت، إندونيسيا، فلسطين، الصين، قرغستان، للبيت. بقوا عندنا منهم؟ بقوا عندنا صاحب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة، الثالث والرابع، الثالث والرابع، الثالث والرابع، يجيبوهم يسوون نفس العملية، يعيدوها، يسوونهم قرعة مجددا ويخلوهم بمجموعتين، كل مجموعة تتكون من 3 فرق. لنفترض على الشكل التالي، هذه المجموعة الأولى صارت وهذه المجموعة الثانية فرضا، الأولى البحرين، عمان، الإمارات، الثانية السعودية، الأردن، أوزبكستان. لنفترض بعد انتهاء التصفيات صار المركز الأول للبحرين والمركز الأول للسعودية، يروح السعودية والبحرين مباشرة إلى كأس العالم. كم فريق وصل إلى كأس العالم؟ 8 فرق مباشرة. آخر 2 أوزبكستان والإمارات يروحون للبيت.
بقوا الثواني من كل مجموعة، الثاني من هذه المجموعة والثاني من هذه المجموعة يلعبون مع بعض ملحق، والفائز من هذا الملحق خسران يروح لبيتهم، الفائز من الملحق يلتحق لإكمال التصفيات، وبالتالي إذا فاز يروح يلتحق بالثمانية فرق المتأهلة من آسيا إلى كأس العالم بعون الله تعالى. هذا بكل بساطة. طيب، بعد ما شرحنا شلون تصير عملية التأهل وتوزيع المجموعات، راح نسوي وياكم القرعة. حلو الحكي. أنا نفس الأوراق راح أستخدمها، صواع الملك، هذا القدح راح نخلي به الفرق التصنيف الأول. ما أدري تشوفونه ولا نتأكد، ما أعتقد يبين. المهم، كوريا الجنوبية، إيران، اليابان. بهالطريقة هاي خلونا بالإناء. أوكي، فأنا راح أختار مثلا، يعني الآن راح أختار المجموعة الأولى. شو راح يصير الآن؟ طلع لي كوريا الجنوبية. هاي كوريا الجنوبية صارت على رأس المجموعة الأولى. نختار الثاني، إيران صارت على رأس المجموعة الثانية. الثالث أكيد اليابان صارت على رأس المجموعة الثالثة. الآن عندنا قطر، استراليا، العراق، نخليهم بالقدح. طيب، نشوف من رأس المجموعة الأولى اللي على رأسها كوريا الجنوبية، من راح يصير وياها؟ تشويق والإثارة. استراليا، جميل، مع كوريا الجنوبية. يعني تبنى العراق يكون مع كوريا الجنوبية، لا مع إيران ولا مع اليابان، أو مع اليابان بس لا تقول لي. الآن المجموعة الثانية اللي فيها إيران بس لا العراق. رأس المجموعة إيران. إي والله العراق. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا إيران، زين إيران. أكيد الثالثة قطر، قطر راح تكون مع اليابان. زين، الآن التصنيف الثالث، الأردن، أوزبكستان، السعودية، هذولي. الأردن، أوزبكستان، السعودية. يا الله، بسم الله. الأردن. خلصنا من الأردن. خلصنا من العراق، خلصنا من الأردن، الأردن خلصنا من العراق. لأن الأردن صار ويانا مشكلة كبيرة، ما أريد يصيرون يعني أخوتنا، واللي صار يكفي. زين، نختار أوزبكستان مع العراق. الله يستر، مجموعتنا صعبة والله. والله ماكو مجموعة سهلة بصراحة. وأكيد يعني السعودية، قطر، اليابان. واو. زين، نشوف المجموعة أو التصنيف الثالث. هاي البحرين، عمان، الإمارات. عندنا كوريا الجنوبية، استراليا، الأردن، من راح يصير وياهن؟ البحرين. زين، من راح يصير مجموعة العراق؟ عمان. عمان مجموعة العراق، عمان في مجموعة العراق. وآخر شيء الإمارات في مجموعة السعودية، قطر، اليابان، فلسطين، الصين، كوريا الشمالية. طيب، راح نتأكد من راح يكون مع كوريا الجنوبية، أستراليا، الأردن، البحرين، فلسطين، ثاني الصين، مع العراق، أوزبكستان، عمان، الصين، وكوريا الشمالية أكيد. حلو، اليابان، قطر، السعودية، الإمارات، كوريا الشمالية. التصنيف الأخير السادس، قرغستان، إندونيسيا، الكويت. هسه واحد يقول لي تزاغل، ما ادري شنو محضر هنا، شو مستفاد يعني؟ أو أنا نفسك أريد أشوف، والله أريد أختبر الوضعية، بلكت يعني أشوف
جاي أحس الإحساس. يلا نختار مجموعة كوريا الجنوبية، إندونيسيا، مجموعتنا العراق، لا تقول الكويت، أي والله الكويت، وآخر شيء أكيد قرغستان. انتهت القرعة بهالشكل هاي يصير. شوفوا كلش سهلة بهالشكل هذا. الآن صار عندي كوريا الجنوبية، أستراليا، الأردن، هاي المجموعة الأولى، البحرين، فلسطين، إندونيسيا. المجموعة الثانية صارت إيران، أوزبكستان، عمان، الصين، الكويت، والمجموعة الثالثة اليابان، قطر، السعودية، الإمارات، كوريا الشمالية، قرغستان. بصراحة المجموعات كلها ما أقدر أقول على مجموعة سهلة مجموعة صعبة، مجموعات كلها متوازنة. بس إذا تقول لي أي فريق تحذر منه وتتمنى ما تتواجه وياه، بصراحة يعني إيران، اليابان فريق ما أتمنى أتواجه وياه، أستراليا وقطر هذول أخوتي ما راح أقابلهم. فمن مجموعة أو تصنيف الأردن، أوزبكستان، السعودية، من الفريق اللي ما تتمنى تواجهه وياه؟ أوزبكستان ما أتمنى تواجهه وياه لأن بعيدة علي، وهم فريق صعب صراحة أوزبكستان. ممكن نقول السعودية ما أتمنى أتواجهه وياه لأن فريق كلش صعب السعودية. البحرين، عمان، الإمارات، أي فريق يجي حيا الله ما عندنا مشاكل وياه. فلسطين، الصين، كوريا الشمالية، إندونيسيا، الكويت ما أتمنى نتواجه مع الكويت. أتمنى العراق يعني يحصل على مجموعة جيدة، كذلك بقية المنتخبات أتمنى لكم الموفقية. يعني هذا كانت هيك يعني لعبة افتراضية بس للتأمل والخيال، يعني تشوف شنو اللي راح يواجهك بعد كم يوم. نأمل لكل الفرق السلامة والصحة والموفقية، كل الفرق ها. وأمل أن هذا الفيديو حصل على إعجابكم ووجدتم فيه إجابات على أسئلتكم. الآن تضعون لي لايك وتعليق حلو جميل مثل جمالكم، وتشتركونا بالقناة في دروحكم. تحياتنا لكم، في أمان الله.